في أحد المنتزهات وجدت أن الإنارة المستخدمة هي إنارة بالطاقة الشمسية. ممتاز. طبعا في ملاحظات كثيرة، بس أهم ملاحظة شوف هذا اللوح الشمسي تحت الشجرة على طول، يعني طوال السنة مغيم عليه في ظلال. فأنا ما أدري، أكيد الشجرة كانت موجودة قبل من الألواح الشمسية، فما أدري اختيار هذه اللوحة موقعه في هذا المكان بالذات ليش، وإن كانوا لابد فلابد من تقصيص الشجر، مع أنه في مساحات فاضية كثير ممكن أنك توزع فيها الإنارة. هذا الملاحظة الأولى. طبعا الظلال هي أكبر أعداء الألواح الشمسية. الشيء الثاني اتجاه الألواح، طبعا هي موجه فيها كلها إلى الجنوب، موجهة للجنوب الغربي وتكاد تكون أقرب إلى الغرب منها إلى الجنوب، مع أنه كان بالإمكان توجيهها إلى الجنوب. طبعا الجنوب هنا، لاحظ الألواح فين موجهة، الجنوب كذا، لاحظ الألواح موجهة بالشكل هذا. هذه ملاحظة ثانية، يعني بالنسبة لزاوية اللوحة الشمسية واضح انها كويسة، لأن تقريبا هنا الحدود 20 وهم حاطينها حوالي 45 درجة، ما تفرق كثير. بس لاحظ هذا اللوح الشمسي كيف متجه، شوف اللوح الشمسي اللي هناك كيف متجه، شوف اللوح الشمسي اللي هناك، شوف الاثنين هذول كأنهم متقابلين، واضح انه اللي ركب النظام الشمسي هذا ما هو فاهم. طبعا قد يكون هذه الألواح خلاص الآن ما هي مستخدمة، ما أدري حقيقة، لكن أيضا اللوحة هذه تشغل لمبتين في نفس الوقت، أعتقد هذه لوحة أبو 150 واط، فأعتقد أنها يعني ما هي كافية جدا إذا كان عندنا بطاريات كبيرة. واضح أن البطاريات هتكون غالبا يا إما إن تكون اللمبات هذه فيها بطاريات، يا إما إن تكون البطاريات موجودة أسفل العمود. أنا حقيقة ما أدري كيف التصميم هذا، لكن هذه هي الملاحظة اللي كنت أبغى أو أول ما لفتتني، الاتجاه مختلف ومتغير، الظلال واضح جدا، كل الألواح تقريبا أو معظمها مظللة. لاحظ اللوح هنا تحت الشجرة كأنه قاعد يستظل، ممكن اللي ركبها يبغى يبرد الألواح، ما أدري إذا كان هذا فيه. ليش ما تروحين معهم؟ تعالي شوفي هذا برشومي، شوفي هذا، لاحظ هذا اللوح يعني بعيد جدا عن الجنوب، يعني يكاد يكون موجه للشمال، لكن من الألواح من اللمبات واضح انها وما فيه عناية اصلا. صح أمنية؟ يس. واضح انه موسم التين الشوكي باقي ما بدأ. طيب انتظرينا شوية. هذا المفروض يجي على لون احمر واصفر. طبعا جميل اننا نستخدم الطاقة المتجددة او الشمسية في انارة استراحتنا. شوف هذه اللمبة طايحة، هي ما ودي اخذ شيء عشان ما يعني هذه املاك حكومة، لكن هذه اللمبات طايحة كلها. انا اقول جميل ان نستخدم الطاقات المتجددة،
في مشاريع زي هذه المنتزهات، لكن الحقيقة استخدام الطاقة المتجددة مكلف، ومفترض فيه إنه يستمر إلى 25-30 سنة يعيش المشروع. لذلك لما نسيء استخدامها احنا حقيقة كنا ندفع فلوس ونحرقها، لما نيجي بعد 5 أو أقل من 10 سنوات يكون المشروع منتهي، لأنه حتما هذه الألواح ما مر عليها يعني 20 سنة، أكيد إنها جديدة يعني. فالمشاريع في الطاقة الشمسية وأنظمة الطاقة الشمسية لم توضع للرفاهية ولا للتباهي، أو إننا والله إحنا عندنا نضاء ألواح شمسية في مشاريعنا ولا في إضاءتنا لمنتزهاتنا، لا، هي وجدت لحل المشكلة اللي هي عدم الوصول للكهرباء العامة. فمتى ما صارت الكهرباء العامة مكلف وإيصالها نلجأ لهذا الخيار. فلذلك إحنا ما هو مسألة إنه نواكب وبس، لا، لابد إنه نواكب ونكون أيضا نحترم هذه التقنية، لأنها في بعض البلدان تستمر لأكثر من 25 سنة وتعمل بكفاءة، فليش ما نكون إحنا من باب أولى نحافظ على هذه التقنية؟ ليش ما يكون عليها موظفين للصيانة للتنظيف لمراقبة طول الشجر؟ قصوا لأحيانا يمكن اللوح نفسه بسبب الهواء ما كان فيه دراسة جيدة للرياح، فما كان فيه دراسة جيدة لشدة الرياح، فممكن إن القاعدة حق اللوح نفسها دارت فغيرت اتجاهها، بدل ما كانت موجهة للجنوب انحرفت. هذه الأشياء كلها تحتاج متابعة وصيانة. أيضا اللمبات زي هذا الآن ما في هنا لمبة، ما أدري إذا كان هذا المشروع لا زال قائم أو إنه خلاص تم الاستغناء عنه، لكن أنا أعتقد أن جدواها الاقتصادية ما كانت لتكون لولا أن كانت فيه دراسة. إذا كان في دراسة المفروض أنه فيه بعد ذلك مراقبة وصيانة ومتابعة، خصوصا أنه في المنطقة هذه اللي أنا فيها ما فيها مشكلة الغبار، يعني مشاكل الغبار عندهم قليل وعندهم أمطار، صح عندهم غيوم يمكن ما تشحن ألواح بشكل كافي البطاريات، لكنها راح تضيء إذا استخدمنا بطارية ذات سعة عالية وألواح أكبر شوية وإنارة موفرة.